قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ده باكل وباكل وباكل من قروش الناس ذاته. قل لا يا ما يخوف الناس، أنا ما لقيت زول بينتسب للصلاح دي، للصلاح ده بيوعد الناس بالخير، كله تخويف بس. بنفخكم، بكرفسكم، بعمل ليكم، بتبين فيكم، انت ما تسوي خير؟ يقول لك يا تجيب عتوتك يا بقلب لك حجر. يوم ذاك قاعد مع واحد اسمه الشاذلي، والله انا قاعد فيها، قاعد معاه في دكان، جاء واحد قال له منو منو جاب لي اسم شيخ كده، قال له يا الشاذلي والله قال لي سهاريجك دي قلب لك بعر. قلت له انتوا ما بتعرفوا الا المضره، انت ما تقلب الحجار والبعر سهاري يجيب لنا ركبه في الحمام، انت ليه بس انت وكد بتقلب الحجر ده ما تقلبه عتوت ودينا عتوت وباقي الحجار اقلب عتان سوق، انت ليه عتان تقلب حجار بس الا مضره بس؟ ما لقيت زول يا اخ، زول اسمه الهادي سموه كرفاس معانا في الجزيره، كرفاس عديل ده يقن ده، وابو قرون وابو عتله وابو جنزير، ما لقينا الشيخ اسمه مهند ولا رامي، كلها اسماء مخيفه وتخويف وبلاوي في البلد دي، والله الذي لا اله غيره، وديك حجبات وديك عروق وديك اشياء. واحد عقيد لقيته هناك في كافوري مربع ثلاثه اسمه محمد يوسف في الشرطه، عقيد الزول انا قاعد في المسجد بتكلم في الحجبات دي، جاني واحد عمك اسمه عمر كبير، قال لي الحجبات دي وما الحجبات؟ قلت له يا عمر الله قال في القرآن يا حاج عمر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كلام واضح ما في حجاب يكشف عنك ولا العقيد ده. سمع النقاش جقعد جزاه الله خير جقعد عمر ده بعد كتر الكلام وقال له شنو شنو، قام العقيد ده قال له أنا احنا ماشيين عمليات، قال له أنا ومعاي صاحبي زميلي، قال له زميلي لابس حجاب وأنا مشيت ساي توكل على الله، قال لي أول ضربة جات صاحبي ده بقى مارق، قال صاحبي ده ذاته بحجاب انترم مات وأنا قاعد، قال له ما في حجاب هذه حفظ منه، قال لي ما أجل تم، قلت له ما الموضوع ذاته وكيت أجل تم ده ما الموضوع ذاته، أقول حجاب يا أخي جاب يا اخي حاجه يا اخي بشر كبير زي ده يحميه حاجه قدر الطبله كذي صغيره كذي يا اخي، وليه الرسول ده ما لبس الصحابه حجبات؟ ليه حمزه تجي وحربه تمرق ويقتل رضي الله عنه باقي الصحابه؟ وليه النبي عليه الصلاه والسلام يوم احد تكسر رباعته ويتشج راسه والدم يسيل منه والقران نزل عليه، وليه ما قطعوا حجبات؟ مش دي المفروض نقف معاه؟ قران يا اخي في السودان يا اخي عملوا علقوه في البيوت، واحدين معلقينه في العربات، تلقى المصحف قدام وتحت طوالي مشغلين MP3 المصحف في القزاز وتحت وشغال، ما مشكلة والمشكلة شغلت تقدي ذاته مشكلة.